السلام عليكم ورحمة الله، صباح الخير على الجميع. هنا هناخذ اليوم إن شاء الله بقية الكورس ماتيريالز اللي هن الكاباستر باس رياكتور اند كاباستر بروتكشن. طبعا بالنسبة هو الشابتر هيك اسمه في الكتاب، ولكن الكاباستر بروتكشن مش موجود في السلبس عندكم، فنحن انا اي وود سجست ان احنا نكتفوا بالباس والرياكتور بروتكشن. تمام، الباس بروتكشن والرياكتور بروتكشن، لان حيكون حتى اوفر على السلبس بتاع الماده. ولكن اني واي هذين اللي قضيتهم ان سبيسيفيك ديتيلز، الباس الكاباستر بروتكشن ات كان بي دان ايفن سيلف ستدي. نحن نركز على البروتكشن اوف مين كومبوننتس ان ذا باور سيستم، ونعطوا المين فاندمنتلز بتاعتها، علاوه على ان الكاباستر بروتكشن از نوت انكلودد ان ذا سيلبس اوف ذا كورس. So we will confine our lecture today on bus and reactor protection only. طبعا بالنسبة للبس protection نحن خذينا اللي هو ال differential over current وال differential يعني ال percentage differential. طبعا يعني الموضوع في الباص حد ذاته الخوف الكبير أو دائما يصير عن طريق إن لما يكون مرات في بعض الأعطال الإكسترنال عن الباص، هذين هن المشكلة اللي ممكن تصير. لكن هو في حد ذاته الأعطال اللي يصير الإكسترنال عن الباص بالإضافة إلى الأرز الموجودة في السيتيز هذين. طبعاً أشرح لكم عليه هذا ريلي ثاني. بالإضافة إلى الأرز الموجودة في السيتي، فلما يكون في أرز كبيرة موجودة في السيتي unavoidable الأرز هذين ما تقدرش تغيرها مهما كنت أنت مصمم بارع، مهما كانت شركة التصنيع معروفة. ما تقدرش هي تمنع الايرورز هذين بالاضافه الى ان العطل يكون اكسترنال، فبالتالي او يعني في اوت اوف زون اوف بروتكشن، فبالتالي في الحاله هذه حيعمل مرات انسيسري تريبنج ايفن وذ برسنتج ديفرنشال ريلي. فبالتالي بالنسبه للباس بروتكشن طبعا هذا انت اضطروا له مع التجربه. كيف عرفوا هذا مع التجربه؟ في بعض الحاجات لا علاقه لها بالموديلنج، او مثلا بانك تعملها اكسبكتيشن بالثيوري خلاص. في حاجات بالايفنت، كثره الايفنت اللي صار على السيستم لقوا ان السيستم هذا فعلا فريكوينتلي يعني ديستربد باي ذس ايفنت. فمثلا كيف عرفوا ان الترانسميشن لاينز الاعطال اللي يصيرن فيهن اكثر من الجنريتر والترانسفورمر؟ بالاحداث اللي صارن فيهن بالتجربه. فبالتالي لقوا ان المس اوبريشن بتاع البرسنتج ديفرنشال ريلي في الباس بروتكشن اكبر منه في الترانسفورمر. فشنو اقترحوا من حل؟ اقترحوا محل يقولوا له هاي امبيدنس ريلي. الهاي امبيدنس ريلي اللي هو شوفوا فيه قدامكم هذا نوع ريلي بسيط جدا، ما تاخذش انت على ان الدائره بتاعها هذا معقده، ولكن هو فكره العمل بتاعه مبسطه جدا. يحطوا هنا انستنتينيوس اوفر كرنت ريلي، ويحطوا قيمه بتاع السيتنج بتاعه عاليه جدا، بحيث انه لو مر في تيار مش هيفصل من عند التيارات الفولت العاليه جدا اللي هن فعلا وذين باس، ويكون النون اركينج يقولون بورتد فولت، حيمر ديفينتلي حيمر تيار هنا وحيفصل السيستم. نحن ليش اشتغلنا على السيستم هذا؟ مش خايفين من الريلايبلتي، لا هو ريلايبل، ولكن خايفين من شنو؟ نحن التخوف بتاعنا من ايش؟ من السكيورتي بتاع الريلي، انه هو او السكيورتي بتاع البروتكشن سكيم، انه ايش؟ انه يفصل ومش مطلوب منه انه يفصل. فلقوا ان الهاي امبيدنس ريلي هذا حيحتوي جميع الايرورز الموجوده في الـ في الـ في السيستم، حتى الايرور اللي ما قدرش يحتويهن اللي هو البرسنتج ديفرنشال ريلي. هنا السكيم هذا عباره عن القنطره تشوفوا فيها هذه، في فلتر هنا يفلتر في الدي سي كومبوننت بتاع التيار، يفلتر في الدي سي كومبوننت بتاع التيار والدي سي اوف سيت وهذينا. في عندك انت الجهد هذا يعتمد على اللي هو الاوفر فولتج ريلي، هذا يعتمد على فرق الجهد على اطرافه اللي هو حيكون عاده يعتمد على فرق الجهود ما بين السي تيز هذينا، ما بين النقاط الجوينتس هذينا، الجوينت بوينت هذينا. يعني بمعنى انه هو لما يكون في مثلا عطل هنا في النص مثلا، حيكون الجهد فرق الجهد اللي يعني البوينتس هذيلا مش نفس اللي عند ذينا، لان حيتم ترجمه جهود مختلفه في السكندري. فبالتالي حيكون فرق الجهد هنا اكبر من القيمه اللي السيتنج اللي انت حاطها، وحيفصل الريلي بشكل مباشر. تمام، الطريقه هذه اللي هو لما يقعد فيه اعتماديه لما يكون فيه اعتماديه اللي هو لما يكون في اعتماديه على الجهد اكثر مما هو على التيار، حتقدر انت تختزل او تحتوي جميع الايرورز الموجوده في السي تي، وفي نفس الوقت حتقعد انت تعمل في ايش؟ تيونينج للال والسي والبيك اب فولتج بتاع هذا والبيك اب كرنت بتاع هذا، بحيث انه يقعد السيستم بتاعك ان نيرلي ايديال سيتويشن. فهذا هو اللي يقولوا له الهاي امبيدنس ريلي، اللي هو يستعمل بشكل يعني كثير في البروتكشن اوف باس ات هاي فولتج. لو جينا قلنا الكلام هذا اللي هو
يعني ترجمة إنجليزية لما حكيت، ولكن even with the use of percentage differential relay, the problem of completely saturated CT for a closed-in external fault still exists. After for closed-in external fault still exists. حتى مع استعمال ال percentage differential relay. To overcome this problem, the most commonly used bus differential relay, particularly on extra high voltage buses, is the high impedance voltage differential relay. This relay design surrounds the effect of CT saturation during external fault by assuming complete saturation for the worst external fault and calculating the error voltage across the operating coil. يعني ياخذ في الاعتبار اللي هو يعني الworst case خارجيا واستنادا عليها حيبدا يعمل في pre calculations لل pick up current بتاع الفولتج هذا او البيك اب فولتج او البيك اب كارنت بتاع الديفينيت انستانتينيوس ريلي. The relay discriminates between internal and external faults by relative magnitudes. المقادير النسبية the relative magnitudes of the voltage across the differential junction points اللي هن البوينتس اللي هن على السكندري سايد بتاع الديفرنشال سكيما. The concept is to load the CTs with high impedance to force the error differential through the CTs instead of through the relay operating coil. بمعنى أن هو لو خليت الريلي متاعك أنت high impedance relay كيف impedance اللي قاعدة connected in series مع instantaneous impedance الأخرى اللي قاعدة connected in series مع over voltage relay هذين لو أن impedance تاعتنا العاليات حيقعد التيار circulating داخل CTs هذين ومش حيمر في الريلي أصلاً الإرور اللي ناتج من saturation. The LC circuit in series with the overvoltage is tuned to 60 Hz to prevent the overvoltage from misoperating on DC offset or harmonics. Since this circuit would reduce the speed of operation of the relay, اللي هي circuit LC circuit, an instantaneous overcurrent relay provides fast tripping for high current faults. يعني تحط السيتنج بتاعها high بحيث انك انت تعمل coordination ما بينه وبين الovervoltage relay اللي جنبها. Each relay is dedicated for specific range of faults. The variable resistor limits the voltage across the overcurrent relay. طبعا زي ما قلت لكم انتم هذينا نوعا ما يعني يعتبر ان ادفانسد تكنيكس في البروتكشن يعني يعني اي دونت ثينك انه حتى ممكن في ايام كنا طلبه هكا كانوا يعطوا فينا عاده اللي هو الاكثر اكثر تداولا اللي هو البرسنتج ديفرنشال، ولكن هذا انا حبيت انك انت تعرف وتعرف فكرته انه هو فكرته بسيطه في نفس الوقت شنو عالج مشكله كبيره يعني في المجال. تو ناخذ على انتروداكشن تو شنت رياكتور بروتكشن، طبعا الشنت رياكتور بروتكشن طبعا الشنت رياكتور هو يعني هو عباره عن يعني اوكسلري اليمنت يركبوا فيه في الباور سيستم على اساس يعمل هو كومبنسيشن للفولتج. الشبكه الليبيه فيها العديد من الرياكتورز لان نحن مشكلتنا في ليبيا هي انخفاض الاحمال، مش مشكلتنا هو زياده الاحمال، نحن مشكلتنا انخفاض الاحمال، ان شنو ان الاحمال يكون خفيفه جدا في الشتاء، فبالتالي شنو؟ بالتالي يرتفع عن الجهود عند الريسيفنج اند بتاع الترانزميشن لاين بسبب ايش؟ بسبب الكاباسيتنس بتاع الترانزميشن لاين، بسبب الكاباسيتنس بتاع الترانزميشن لاين اللي هي تعمل كانها ليتشرال كاباسيتر تبدا تضخ في الرياكتيف باور، الرياكتيف باور هذه لو ان ما عندهاش وين تمشي ما فيش وين كونسمبشن يمشيها حترد وترجع للجنريتور تسبب لي مشكله في الستيدي ستيت ستابيليتي علاوه على ان اللي هي الكباسيتنس هذه تسبب في ارتفاع الجهود عند الريسيفنج اند بتاع الترانزميشن لاين فبالتالي حتسبب فلاش اوفر على الريسيفنج اند بتاع الترانزميشن لاين وتسبب فيه مشاكل. فبالتالي الشنت رياكتورز هذين يعملن على امتصاص القدره الرياكتيف باور الزايده في الشبكه ولعلكم انتم واخذين عليها واخذين عليها في الباور سيستم 1 وي دونت هاف تو ريبيت ولكن وريت لكم بعض الاستعمالات العمليه بتاعها ممكن يستعملوا فيها هنا في الاردن ممكن في الشبكه الاردنيه يستعملوا فيها الله اعلم ولكن نحن في ليبيا يستخدموا فيه بشكل كبير جدا واجد يعني. فقال لك انا رياكتورز ار كونكتد انتو الباور سيستم ان ايذر سيرس connection or shunt connection. The series reactor, the series reactor is used to modify the system reactance primarily to reduce the amount of short circuit current available. لما تقعد الرياكتنس صغيره جدا بحيث ان يكون الشورت سيركت كبير فيعملوا له يعني السيريس رياكتور هذا. The shunt reactor is used to modify the system over voltage or the system voltage by compensating
by compensating for the transmission line capacitance. And here, natural capacitance for transmission line. In general, the protection of reactor is very similar to that of the transformer. يعني استعملونا بنفس الكونسبت بتاع transformer, as we will see, inshallah. In considering the protection of shunt reactors, two configurations are involved. في عندنا نوعين من الreactors اللي هن المفاعلات, اللي هن المفاعلات الكهربائية مش المفاعلات النووية مقصدي. Reactor يعني. Dry type connected ungrounded. Why? Connected to the tertiary of a power transformer. Power transformer لو أنك أنت three winding transformer. Primary, secondary, tertiary. عادة لو إن الفولتج ريتنج متاع الرياكتور مش نفس الفولتج ريتنج متاع الشبكة يركبوا على tertiary winding متاع transformer. Oil immersed Y connected, solidly grounded or impedance grounded neutral connected to the transmission line. اللي هو connected بشكل مباشر مع transmission line, ولكن يكون oil immersed for ventilation, for cooling and so on, for insulation and so on. بعض الأعطال اللي يصير في الرياكتور لأنه هو 3-phase رياكتور فحيكون مرات يكون في phase-to-phase fault on the tertiary bus resulting in high magnitude phase current. These faults are rare. طبعا هنا الأعطال في الرياكتور يعني الشورت سيركت وكذا عادة نادر ما يحدث. اللي أكثر يحدث هو turn-to-turn fault. Phase-to-ground faults on the tertiary bus resulting in low magnitude current, low magnitude fault current. اللي هنا لأن عادة يكون مؤرض هو أو مثلاً لما يكون أصلاً في عوازل لكن العوازل هذين صار لهم بريك داون فيمر تيار ولكن يمر تيار ضعيف يعني مع أن تيار فولت. These faults are also rare since the reactor are mounted on insulators or support with standard clearance. التير تو تير فولت هذا هو اللي يحدث بشكل فريكوينت وهو اللي يستندوا عليه تصميم البروتكشن سيستم بتاع تصميم البروتكشن سيستم بتاع الرياكتور. اللي هو لفه لما ينهار العازل بتاعها وتلبس في لفه ثانيه حيكون انتر تيرن فولت او تيرن تو تيرن فولت. قال لك انا in a very small change in phase current winding insulation failure may begin as cracking due to the insulation deterioration which eventually will involve the entire winding. يعني حتبدا يصير في انهيار بسيط او incipient fault عطل سلس يبدا يسبب في اوفر هيتنج وكذا وانهيار في الانسوليشن بشكل تدريجي. Fault protection for dry type reactor achieved by the throw over current relation figure. طبعا هذينا ممكن انك انت تخلي عندك انت عند كل reactor تخلي في سي تي وفي عندنا في هنا over current relay حيكون هذا sufficient في انك انت تعمل protection للسيستم against short circuits against مثلا يعني اي ارتفاع مفاجئ في التيار يتم وقايته بالشكل هذا او عن طريق differential scheme اللي هو بشكل هذا ما بين بير فيز اوف ذا رياكتور. قال لك انا ذا فيلرز انكونترد وذ اويل ميرسد رياكتورز هذا بالنسبه للوقايه بتاع الدراي. بالنسبه للوقايه بتاع الفير انكونترد اون اويل ميرسد رياكتورز نفس الشيء حتى عندنا في فيز فولت وفي تيرن تو تيرن فولت وفي اللي هو طبعا الزياده الوحيده اللي على السابق اللي هو يقولون الميسيلينيوس فيلرز بعض الاعطال اللي هن لهن علاقه بخساره الزيت او تسريب الزيت والحاجه الثانيه اللي هن لا يوجد اصلا في الدراي. Because there is a significant reduction in the reactor impedance افترا because there is a significant reduction in the reactor impedance طبعا نحن اللي فاتن هذينا لقوا ان هن اللي هن السكيمز اللي فاتن هذينا يقولون ان هنا ما يحملش في التيرن تو تيرن فولت بشكل بيرفكت. يعني ممكن التيرن تو تيرن فولت ممكن ما يعني ممكن يسبب لي مشاكل ومش حي لحظه بس ممكن يسبب مشاكل ومش عشان ومش حيشتغل عليه الديفرنشال وهذا واضح انه مش حيشتغل عند الانتر تيرن فولت. فبالتالي ايش؟ فبالتالي يفضل ان احنا نستعمل سكيم ثاني. قال لك انا because there is significant reduction in the reactor impedance في الانتر تيرن فولت لما لفه تلمس في لفه حيتنقص الامبيدنس بتاعها معناه نستخدمه امبيدنس ريلي في الحاله هذه انك انت تعمل ديتكشن للانتر تيرن فولت هذا لانك انت حتقعد شغال على الامبيدنس يعني حتقعد شغال على الامبيدنس بدلا من ايش؟ بدلا من التيار. فبالتالي هنا قال لك انا اوفر كارنت ريلي ليش احنا اتجهنا اتجاه هذا؟ هذا كان علل يقول لك اوفر لما يحكي لك يقول لك impedance relay is used for protection of reactor مثلا تكتب له انت اوفر كارنت ريلي is not found to be accurate enough due to small faults
are not detected and the overcurrent relay has to be set above the load current. يعني انت في الحالة العادية المفروض تحط الاوفركرنت ريلي هذا اعلى من تيار اللود بتاع الرياكتور و يعني بالاضافة الى انك انت مرات يكون في تيار خفيف او بسيط او قليل مش هيكشف الاوفركرنت ريلي. Differential protection is not suitable because of poor detection performance in turn to turn fault. لقولنا يعني اداء في انه يكشف العطال اللفة لما تلمس في لفه ثانيه لو انه هو يعني البرفورمانس بتاعتها مش جيده. فعندنا هنا ولذلك تم استخدام اللي هو امبيدنس ريلي. I cannot confirm ان هذا بس used for oil. It might be used for the other type which is dry, ولكن هنا ذكر الكتاب على اساس انه هو يعني يستعمل لوقاية الأويل تايب رياكتور. أنا هنفتح المجال للأسئلة وهنعطيكم بس هنت على شنو what we do how to do next. تفضلوا إذا كان حد عنده سؤال. What is the tertiary? راح نرسم الكتاب هذا. What is the tertiary bus? التيرشري باس اللي هو طبعا أنت زي ما قلت لك أنت هنا خلينا نرسمه حتى هنا وخلاص دايما. انت مثلا افضل راي بنرسمها تو هذه وان لاين دايجرام هي رجائي. انا مثلا عندنا برايمري عندنا هنا سكندري وفي هنا تيرشري. مثلا عندك انت هنا الجهد هنا 220 كيلو فولت الوحدات بالكيلو باي وانا مثلا جهد 60 والرياكتور بتاعي الريتنج بتاعه بسيط يعني يعني مثلا 4 كيلو فولت ولا كذا. انت تركب تخلي مثلا 3 وايندنج ترانسفورمر برايمري سكندري وتيرشري. التيرشري هو اللي تركب عليه الرياكتور بتاعك وهذا يقعد برايمري سكندري اللي ديليفرينج الباور. مرات اصلا يقعد اللوكيشن بتاع اللوكيشن بتاع هذا المقصود به التيرشري باس يعني هل هو التيرشري باس وهذا مثلا سكندري باس هذا برايمري باس. دكتور قد ايه بتكون الريشيو للتيرشري؟ والله على حسب يعني على حسب على حسب المطلوب. مرات ما يخفضوش على ستيب وحده مرات يخفضوا على ستيبس. مثلا على سبيل المثال عندك انت محطه مثلا في منطقه نائيه. المنطقه النائيه هذه تبي تمد لها ترانسميشن لاين وبعدها تحط لها ديستريبيوشن وبعدها تحط لها مثلا محطه توليد باهي في الصحراء قاعده. المحطه هذه ما فيش واصلها ترانسميشن لاين تبي تمد لها انت ترانسميشن لاين من المدن ومن جهه التوليد الاخر اللي عندها عشان توفر الاضاءه عشان توفر الاضاءه والتكييف اللي فيها والخدمات العاملين اللي فيها. نو خلي عندك انت الترانسفورمر اللي قاعد في المحطه نفسها اللي يحول من مثلا من 18 كيلو فولت الى 220 كيلو فولت. هذا ما تقدرش انت تاخذ منه اضاءه وتكييف وهكي. خلي فيه تيرشري وايندنج اصلا وصي عليه انه يكون في اصلا توصي اصلا على 3 وايندنج ترانسفورمر يكون فيه تيرشري وايندنج. التيرشري وايندنج 380 فولت الدخل على المحطه يوفر لك الاضاءه والتكييف وني من قريب. فهمت كيف يكون احسن هكي افضل من انك انت تمد ترانسميشن لاين لعند المحطه هذه عشان بس تشغل الفنتيليشن والاضاءه اللي فيها للعاملين اللي فيها مش حي... لا يتعدى مثلا ممكن عاملين اللي فيها 30 35 عامل يعني. تمام هذه حاجه. والحاجه الاخرى اي بليف يا رجاء ان مثلا انك تخفض على مرحله واحده من 220 الى 380 صعب. طب ممكن يخفض فيه على مراحل بس يكون مذل للسب ستيشن. يعني لو انه هو بتخفض فجاه من اكسترا هاي فولتج الى لو فولتج مباشره. فهمت كيف؟ فهمت بس تمام. انا لو جينا اي حد عنده اخر سؤال خلاص تو نحن نجو. طبعا كل سنه وانتم طيبين. تو هكي انا الكورس كماتيريالز كمل وهو طبعا يكمل مخطط انه يكمل بالشكل هذا لانه يكمل انه هو يكمل اون تايم. ولكن المحاضرات لان نعملها الكترونيك ونعملها بزوم فالموضوع مشاب بشكل اسرع. فنحن حيكون بالعكس هذا من حسن حظكم. اول حاجه المحاضره الجايه مش حنعطي انا لانه عندي امتحان شفهي. ثاني حاجه الاسبوع الجاي حيقعد كله مراجعه للي فات مراجعه لجميع الماتيريالز اللي فاتت. تمام. انا حندخل حنوريك من المحاضرات الجايه شن المواضيع اللي داخله في الفاينل. خلينا ندرس كويس ونحل مسائل مختلفه ونعطي بعض الافكار المختلفه
اللي حيفيدنك انت في دراستك. يعني كأنه تقعد مذاكره لك المحاضرات الجايه، ضروري تحضره اصلا، ضروري الحضور ضروري جدا. من اهم اسبوع في الكورس كله لعله هو حيكون الاسبوع الجاي، اتمنى لكم تحضروا لو سمحتوا. مش تقول انه خلاص ما عادش في ماتيريالز جد، حتى الشباب اللي فاهمين وكذا وني وشاطرين وكذا ضروري يحضروا. وانا زي ما قلت لك انت موضوع اللوائح بتاعت الحرمان ما حرمان، وهي هذين اللي قاعد طالب عنده ظروف وهيك يلا غاد براع ظروفه. اي حد مثلا يقول لي ما عنديش انترنت، ما عنديش مثلا الانترنت بور كونكشن ولا كذا، انا حنراعيه في الحاله هذه اكيد، لان الله غالب عليه ما فيش حاجه يعني. ولكن زي ما قلت لك انت ميك افري افورت انك انت تحضر، لاني انا زي ما قلت لك انا اعطي كلام نقدر نقول فيه نحكي فيه حكي بالكلام، مش انه هو موجود في سلايد ولا كذا ولا يعني. مش مش حنحط سلايد، ممكن حنحط مثلا كتابات بيدي هيك نكتبهن ونحطهم في كملاحظات هيك، ومش حنرفعهم على الاي ليرنينج لان هذه مش من ضمن المنهج. يعني هذه مراجعه لما سبق دراسته، مش من ضمن المنهج. يعني حنستخدم نفس السلايد القدم مع اعطاء ملاحظات بالكلام وهنت كيف تحل المساله لما تجي كذا، كيف تحلها لما تجي كذا وهكذا. تمام؟ اي حد منكم عنده اي استفسار بخصوص الامتحان قبل ما ننهي المحاضره؟ يو نو وين ذا فاينل اكزام؟ والله انت ممكن هذين الحاجات تسال عليهم هذين اسال عليهم القسم. يا انا اي دونت نو اكزاكتلي، ولكن بالنسبه لتسليم الدوكيومنتيشن بعث لك الدكتور ايمن صح يا كميل؟ اه تمام. لا عادي يعني مهلك، انا اي دونت فورس يو تو سبميت يعني اي دونت نو تيك يور تايم، ما فيش مشكله. انا عادي ما دام لو عندك وقت كافي عادي ما فيش مشكله. تمام؟ لو عندك وقت كافي ما فيش مشكله.